المسيحي كما يحب الرب أن يراه. في حديث بولس في سفر الأعمال الأصحاح 26 يمكننا أن نلمح 8 نقاط كانت تميز شخصية بولس، لكننا من باقي الكتاب يمكننا أن نتيقن أن الرب يحب أن يراها كصفات مميزة لكل المسيحيين الحقيقيين، أي المؤمنين الذين تقابلوا معه وتغيرت حياتهم بمعرفته. إنه يريد أن يرى المؤمن كبولس: 1، شخص سعيد على الرغم من القيود والسلاسل. 2، شخص حدث تغير كبير في حياته إذ تقابل مع الرب يسوع المسيح، فمن مضطهد لمن يدعو باسم يسوع إلى خادم لهذا الاسم المجيد وحاملاً لإنجيله. 3، شخص مطيع للدعوة السماوية مهما كانت التكلفة. 4، شخص يرى معونة الله له. 5، شخص شاهد للصغير والكبير. 6، شخص صادق. 7، شخص مقنع. 8، شخص مصل. هذه هي صفات المسيحي كما ينبغي أن تكون وكما يحب الرب أن يراه. فلنراجع أنفسنا إذن فيما نقصنا منها، ونطلب معونة من الرب لنتمم الكلّ.